مشاهدينا الكرام، وهذه عودة إلى الزميل أرشد الحاكم. أرشد، إن كنت تسمعني، يعني أنت ذكرت أن هناك قوى استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين، من هي تلك القوى الأمنية؟ نعم، يعني عادة ما تكون في مواجهة المتظاهرين ومواجهة أي محاولة من قبل المتظاهرين لعبور الجسر أو التظاهر في مكان معين، تكون القوة الأولى هي قوات مكافحة الشغب التي ربما يشار إليها الاتهام من قبل المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية، بالرغم من التأكيدات الأمنية المتواصلة بين حين وآخر بعدم استخدام الذخيرة الحية، لكن اليوم استخدمت وسقط عدد من الشهداء كما ذكرنا عند جسر الشهداء. دعني أذكر أيضا هنالك قلق متزايد من قبل المتظاهرين في ساحة التحرير والمحتجين بوجود عمليات اختطاف ووجود عمليات اختفاء لعدد من الناشطين والمتظاهرين، ربما العدد وصل حتى هذه اللحظة إلى 4 أو 5 حالات، وهنالك مطالب بضرورة الإفصاح عن مصير هؤلاء المختطفين أو المعتقلين، سواء كان عملية اختطاف أو عملية اعتقال أو عملية تحقيق. حتى هذه اللحظة لا معلومات حول هؤلاء الناشطين الذين اختفوا منذ أيام من ساحة التحرير، وأيضا مطالبات من ذويهم بضرورة الكشف عن مصيرهم. أيضا دعني أذكر بما قاله المتظاهرون، التقينا قبل قليل بعدد من المتظاهرين ليس من بغداد بل من المحافظات، والذين ينتظرون يوم الجمعة القادم وينتظرون خطاب المرجعية الدينية وما ستقوله المرجعية الدينية. في حال كان خطاب المرجعية الدينية متضامنا مع مطالب المتظاهرين ومؤيدا لما باستقالة الحكومة العراقية، فإنهم سيتظاهرون في محافظاتهم، وإذا كان العكس من ذلك فإنهم سيتوجهون إلى بغداد، كما ذكر عدد من لجان التنسيقيات المتواجدين في بغداد أن أصحاب المتظاهرين المحتجين في المحافظات لديهم النية بعد خطبة الجمعة في التوجه والتظاهر والاحتجاج والاعتصام في العاصمة العراقية بغداد. يعني رغم ذلك ورغم استخدام القسوة المفرطة في تفريق المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي، كيف وجدت أرشد يعني تواجد المحتجين في ساحة التحرير أو على الجسور المذكورة آنفا؟ كثير من الأساليب التي استخدمت لتفريق التظاهرات، لكن تلك الأساليب ومنها استخدام الذخيرة الحية لم يقلل من عزيمة المحتجين، بالعكس هنالك إصرار كبير على مواصلة الاحتجاج، هنالك إصرار على كما يقولون الأخذ بثار ودماء الشهداء الذين سقطوا في ساحة التحرير وعلى جسور بغداد. أيضا هنالك يعني توسع تدريجي في حركة المتظاهرين في السيطرة على الجسور التي تربط جانبي الكرخ بالرصافة، وهي ربما وسيلة ضغط جديدة على الحكومة العراقية من أجل إجبارها على الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين أو الاستقالة، وربما هو المطلب الوحيد حاليا من قبل المحتجين هو الاستقالة. تلك الأساليب وتلك القوة المستخدمة لم تفرق المتظاهرين، على العكس هنالك تزايد في أعداد المتظاهرين، والساعات الليل القادمة تكون الكثافة المتظاهرين أكثر من ساعات النهار الأولى. نعم، زميل أرشد الحاكم كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.